ادميرال ما اعرف ليش. عبد الله ام طلاسم الادميرال ما اعرف ليش هم كذا. الحقيقة الحقيقة بطاقة الزلزال مرة حلوة، أفضل من السم. الحقيقة أنه أفضل من السم، فنرقي الزلزال ونشوف. بسم الله نشوف كيف الضرب الثاني. 38 زائد 4 يصير 42، فحتى هو هذا الليفل أفضل. أوه لا والله لسه بعيد، مدة 8 ثانية بالنسبة للسم، هنا مدة 3 ثانية. والله لا خلاص خلاص خلاص، هونا هونا خلاص خلاص. توقعت إنه أفضل من السم، لكن لا والله السم أفضل. يعني هذا 3 ثانية، 3 ثواني، 8 ثواني. ضرب الثاني 91. والله السم أفضل، يعني السم بالأخير أفضل حقيقة. لو بغيت الحق السم أحسن يعني. هلعب 2 ضد 2 ونشوف. حلو، تحط سم على الفارسة. حلو حلو، خلصنا على الفارسة. هنا الآن نهجم، الله يستر. بس يعني وضع صعب، مباراة صعبة إلى الآن. جرب القوس العار. لازم مفروض يلعب القوس، مفروض مفروض. الله يعين.
يعني فريق وسخ شوي، فريق إلا وسخ، فريق وسخ. مفروض يلعب القوس، يلا الحيوان هذا. حاجة ترفع الضغط وبس، زميلي يرفع الضغط، هذه الحقيقة. هذه كل الحقيقة هو الأسباب. صراحة صالح كان متصل لكنه ما لعب. تشكيلته زينة شوي، الله يعيني. شوف الآن مباراة مع الحمير باللعبة، الله يعين. ايوه كل شوي جايب لنا تجميد يعني، يا حلاوتك يا حلاوتك. بس مفروض يرمي المنطاد، مفروض يرمي المنطاد او يعطي غضب او شيء، والله شيء يرفع الضغط. الغباء اللي فيهم، أقسم بالله شيء يرفع الضغط. الغباء اللي بالزملاء هذولا حاجة ترفع الضغط، أقسم بالله.
من أمريكا ومن فرنسا. والله مبين الأمريكي ترك الفرنسي، وسخين الأمريكان. بالنسبة للأدميرال، كم حرب لعب معنا؟ الحروب الأخيرة كيف وضعه كان؟ ما لعب آخر حرب، وهذه الحرب لعب معركة واحدة. هنا تشوف فاز، وهنا يعني ما لعب، خسر. حقيقة هذه الحقيقة والأسباب صراحة، تبرعاته جيدة، هذا اللي مخليه بس ياخذ الرتبة ذي. وين هو؟ أدميرال تبرعاته، يعني حقيقة تبرعاته معنا، يعني هذا الأسبوع لا تبرعات زي الناس ولا انتصارات زي الناس. حقيقة تخفيض أفضل شيء، تعطي رسالة للناس الباقين إنه حنا جادين وما نمزح. هذا المفروض وهذا الصح. الناس اللي تلعب معركة واحدة هذولا مشكورين وكل شيء، ما راح تنطردون، لكن ما راح نعاملكم زي اللي يجتهد ويلعب كل المعارك. فشكرا، إذا فزتوا بالحرب إن شاء الله لكم ترقية، أما عشانكم لعبتوا معركة واحدة فهذه جزاكم، يعني لازم هذه عقوبة. صح، ونايف أصلا ما لعب، يعني صالح صالح بن عسرة سلوم حقيقة سكيل، كلهم هذول النكبات. الله المستعان صراحة. عجب ما أعرف إيش فيه، إيش بو عجب ما أدري. مشكور تبرعات وكل شيء بس ما في مشاركة، خلاص. سيرة الشوق، سيرة الشوق فاز آخر حرب، يعني لذلك نقول له شكرا. اللي قبلها أيضا فاز، يعني عادي حرب واحدة ما يضر. الباقيين زي ما انتم شايفين الآن مش ولا بد. سبحان الله، الله يحفظك إن شاء الله.
ترجع بالسلامة. سبحان الله، يعني انه هبط ويصير موجود، يعني سبحان، حاجات غريبة ما تصير الا بقبيلتنا صراحة. ناس غريبين، ناس عجيبين، ما ادري الاشياء هذه ما تجي الا بقبيلتنا صراحة. يعني الاشياء غرائب وعجائب صراحة، عجائب يعني تشوفها شيء عجيب، شيء عجيب صراحة. الله يعين. المهم حياك، البيت بيتك، وأنت من الأعمدة الموجودين هنا. والله يعين إن شاء الله، لكن لازم نعامل الجميع بنفس المسطرة. الله المستعان. يعني أشياء غريبة ذي قبيلتنا صراحة، أشياء غريبة. يعني سبحان الله، تهبط واحد فجأة يجي يقعد كل الوقت هذا، مو ما يقول شيء، فجأة تهبطه ويجي ويكون موجود. سبحان الله، والله سبحان الله، حاجات عجيبة والله، حاجات عجيبة. هذه الأشياء تخلي الواحد ينجن، وتجنن القائد بن عسرة. معليش، مستوى بطاقاتك ومستوى تفاعلك مش ولا بد. بكرة إن شاء الله الصباح يكون لنا تفاهم إن شاء الله مع الباقيين، بن عسرة وش اسمه الثاني، صالح. أيوة إن شاء الله.